السلام عليكم. راح اخذ هسه سمبل برانش تيوبولار جلاند. زين، سمبل معناها انه الدكت مالتها راح تكون وحده، ما راح تكون متفرعه، بس السكرتري يونت مالتها شبيهه راح تكون متفرعه. زين، وهي تكون تيوبولار بنفس الوقت، لذلك سميناها تيوبولار برانش. زين، عندي صوره شوي اوضح. هاي ليش يوم طلعت لي انه الدكت مالتها شويه طويله بهاي الصوره، فالامور هنا تمام. زين، هسه هاي الاستومك. طبعا المثال على السمبل تيوبولار برانش سيل جلاند، اقصد راح تكون شو اسمها هاي الجاستريك جلاند. الجاستريك جلاند هي المثال على هذا النوع من الجلاند. زين، ف نجي نشوف هنا طبعا وضحت عندنا نفس الصورة بالضبط. خلينا نجي نقرب أكثر. هنا وضحت كلش زينة صارت. وهذا هو يعني مبينه. إذا أنا شفت هيجي حفر خنادق، والخنادق جواهن أكو ثقوب، مباشرة أنا شنو أقول؟ أقول إنه هاي simple tubular branch gland. زين، اللي هي وين موجودة؟ موجودة بالاستومك، اللي هي الجاستريك جلاند. فقط الجاستريك جلاند عندها ثقوب لي جوا، وهي هاي الثقوب اللي هي يعني السكريتوري بارت مالتها اللي يكون تيوبولر. زين، نقرب أكثر. هنا كلش واضحة انه أنا عندي داكت، والداكت تكون سيمبل وحدة بس ما متفرعة، والسكرتوري يونت مالتها متفرعة وتكون تيوب، مثل تيوب، مثل تيوب. تمام، زين، هي خلصت، ما بيها شيء.